بمناسبة نوفمبر الأزرق، نظمت كل من جريدة الصحة الإلكترونية ومديرية دار الصحافة طهر جاوت نظمت أياما تحسيسية حول الأمراض المتعلقة بالجهاز البولي لدى الرجال وخاصة غدة البروستاتا بحضور أطباء في عدة تخصصات. أنا هنا اليوم في دار الصحافة بمناسبة نوفمبر الأزرق، دونك موفمبر اللي هو شهر خاص بتشخيص مبكر لأنواع أمراض سرطانية اللي تمس الرجل، وخاصة مرض السرطان، سرطان البروستات اللي هو السرطان الأول عند الرجل، والسرطان اللي يحتل المراتب الأولى عند الرجال في الجزائر وفي العالم. دونك اليوم هذا اليوم خاص بالصحفيين هنا، وين رانا وين جينا باش نكشفوا على المرضى ونحاولوا نفهموا المرضى على أهمية التشخيص المبكر وعلى مرض السرطان، كيفية الوقاية منه وكيفية علاجه وكيفاش نقدروا نتبعوا المريض. دونك الهدف الأول هو التشخيص المبكر قبل ما نروحوا للعلاج. التشخيص نديروه لهنا اليوم، عندنا وسائل، دونك نكزامينيو لو باسيون، نقلبوا المريض، وعندنا ثاني دي تيست رابيد دو بي اس ا، نديروا تحليل البي اس ا وين نحوسوا على المرض. كي نشكو كاين مرض عندنا دي راديولوج هنا كي فون لي برونشي باش يديروا دي زي ار ام ومن بعد دي بيوبسي. دونك المرضى اللي نشكو انه عندهم سرطانات راح نكملوا نتبعوهم باغ لا سويت. وخلال الندوة الصحفية تطرق المختصون إلى أهمية التشخيص المبكر عن سرطان البروستاتا للتعرف أكثر على نوعية العلاج. هذا سرطان البروستاتا لازم يقوم تشخيصه للرجال من فوق العمر 50 سنة، أو بعض الرجال اللي يكون عمر تاعهم 45 سنة، وين يكون هناك في العائلة سرطان البروستاتا، يقيس الأب ولا الجد ولا الأخ ولا العم ولا الخال، ولا عندهم بار اكزومبل سرطان البروستات اللي يقيس الكوتي ماتيرنال سيغ سرطان الثدي باردون، او سرطان الرحم اللي يقيس الخالات ولا العمات ولا الاخت ولا الام. هادو اللي كنا نقوموا بصديق تحدث مع الرجل، نسالوه على هذه النقطه المهمه، ولكن لقينا باللي عنده في العائله هذا النوع من الرجال لازمهم تشخيص مبكر من 45 سنه وما فوق. هذا التشخيص يقوم بفحص الكلينيكي لغده البروستات، وهو سكون ابيلو توشي ريكتال، نقوموا بفحص بالاصبع للبروستات، ونقوموا ايضا بفحص بيولوجي لناخذ عينه من الدم من عند الشخص من اجل البي اس. للعلم هذه الايام التحسيسيه التي بدات امس نظمت لصالح الصحفيين من مختلف وسائل الاعلام العام والخاص وقطاع الاتصال، هذه الايام ستتواصل الى غايه يوم الجمعه، فكونوا في الموعد.